أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.1% عند مستوى 475.48 نقطة جزءا من النقطة، وتم التداول على أسهم 28 شركة من أصل 103 شركات مقيدة في السوق. ارتفعت منها أسهم 11 شركة وانخفضت أسهم 6 شركات، بينما استقرت أسهم 11 شركة. وسجلت قيمة التداولات أكثر من 722 دينارا، بينما بلغت عدد الأسهم أكثر من 488 سهما، بعدد صفقات بلغت نحو 363 صفقة. وبلغ عدد الأسهم المشترات من المستثمرين الأجانب أكثر من 107 ملايين السهم بقيمة بلغت أكثر من 149 مليون دينار من خلال تنفيذ 93 صفقة على أسهم 7 شركات. باع البنك المركزي العراقي أكثر من 205 ملايين دولار في مزاد بيع العملة الأجنبية اليوم. وقال البنك إن إجمالي المبلغ المباع اليوم بلغ أكثر من 205 ملايين دولار بمشاركة 30 مصرفا وشركة واحدة. وأضاف وأوضح البنك أن إجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج سواء مع الحوالات أو الاعتمادات بلغ أكثر من 183 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي البيع النقدي أكثر من 21 مليون دولار. كشفت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي أن كردستان العراق سيسلم 250,000 برميل المتفق عليها مع الحكومة في بغداد ضمن موازنة 2020. وأقرت إخلاص الدليمي بوجود مشكلات بخصوص كيفية تسليم النفط عبر شركة تسويق النفط سومو، وأن هناك انفراجة لحل هذه الأزمة وتسليم الحصة المقررة في الموازنة المقدرة ب 250,000 برميل، مبينة أنه بعد ذلك يمكن تعديل موازنة كردستان. من جانبه توقع عضو مجلس النواب حسين نرمو أن يكون إقرار موازنة العام المقبل صعبا جدا في حال عدم التزام كردستان العراق بتنفيذ اتفاق تسليم النفط. كشفت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابي عن أن عقود الشركات النفطية وجوالات التراخيص وفرت نحو 75,000 درجة وظيفية للعمال الأجانب. وقالت عضو اللجنة نعم الخزاعي أن الأرقام أثبتت حجم النفقات التشغيلية الباهظة التي تنفقها الشركات الأجنبية وخبراؤها من موارد البلد النفطية منذ سنوات طويلة، في الوقت الذي يعيش العراق سنوياً فيه على الديون لتمويل الموازنة والنفقات العامة، مبينة أن تلك العقود وفرت نحو 75,000 درجة وظيفية للعمال الأجانب على حساب العامل العراقي المدرب والذي يعاني الملايين منهم من البطالة. قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري إن الوزارة حققت الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير. وأضاف سلام الشمري أن إنتاج العراق في السنوات الماضية من الحنطة يتراوح بين 1.5 مليون طن من الشعير، حيث إن الوزارة هذا العام استلمت من المزارعين ما يقارب 5 ملايين طن من الحنطة ومليون طن من الشعير. وطالب سلام الشمري بمنح قروض ميسرة لمزارعي الفواكه والخضر ومربي الثروة الحيوانية لتوسيع زراعتهم ومشاريعهم من أجل الاكتفاء الذاتي. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.